في هذه اللحظات إلى المغرب مع الزميل الإعلامي والصحفي والناقد الرياضي الأستاذ حمزة شتوي عشان نتعرف منه على آخر الترتيبات والتحضيرات في المغرب قبل افتتاح المونديالتو كأس العالم للأندية. حمزة مساء الخير عليك. مساء النور زميلي العزيز محمد، مساء النور لكل مشاهدي ومتابعي شاشة الأهلي، ومرحبا بفريق الأهلي ومكونات الأهلي وجمهور الأهلي في بلدهم الثاني المغرب. واحدة واحدة كده مع بعض ونشوف آخر الترتيبات، وطمني كده الأخبار في المغرب وفي ملعب طنجة والحضور الجماهيري، وكيف استعدت المغرب لافتتاح كأس العالم للأندية اليوم بإذن الله. أكيد البطولة ككل يعني بدون أدنى مجاملة محظوظة بأن يكون الافتتاح في طرف فريق قاهري، فريق أهلي، فريق يشجعه الملايين من المناصرين والمتابعين، فريق الأهلي الذي سيلاقي أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية. أكيد لم يتبقى شيء الكثير عن المباراة التي ستدور على أرضية الملعب الكبير بمدينة طنجة شمال المملكة المغربية. أولا الفريق الأهلي المصري منذ وصوله وهو يحظى بترحاب كبير وكبير جدا، مكونات الأهلي سعيدة وسعيدة جدا بتواجدها بالمملكة المغربية، وهي ليست المرة الأولى الذي يتواجد في هذا الفريق الكبير في المغرب. الترتيبات كلها على قدم وساق، أكيد الترتيبات من الأمس أو أول أمس صارت جاهزة 100%. لا حفل الافتتاح الذي قد يتصل مدته الزمنية لعشرين دقيقة وستتخلله يعني العديد من الفقرات الفنية الخاصة، كما نعلم دائما كما يقع الأمر في أي حفل افتتاح خاص ببطولة كبيرة وكبيرة جدا. الجماهير بأعداد مهمة ستكون حاضرة، المدرجات كما أشار الفيفا بالأمس في بيان عبر موقعه الرسمي على أن المدرجات ستكون ممتلئة بالجماهير، كذلك الجماهير خصصت لها حافلات لتنقلها إلى الملعب حتى تكون هناك سلاسة كبيرة للجماهير لتتنقل إلى الملعب الكبير لمتابعة المباراة. الفيفا بحكم أنه يعلم عدد الحضور الجماهيري سيكون كبير جدا في مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، طالب المناصرين بالحضور قبل ساعات إلى الملعب حتى يكون الوصول إلى المدرجات بكل السلاسة الممكنة. أقول على أنه المملكة المغربية تجندت من أجل إنجاح هذا العرس الكروي الكبير، وأكيد الأهلي المصري اليوم صحيح لن يلعب في مصر لكن سيلعب في بلد شقيق، وكأنه يلعب في مصر أمام جماهير مصرية وأخرى مغربية وعربية ستناصر الأهلي المصري في هذا اللقاء. أبرز الشخصيات العالمية اللي ممكن النهاردة تكون حاضرة وتقص شريط مونديال الأندية من عروس الشمال في طنجة، أبرز الشخصيات ممكن النهاردة تكون مين بخلاف بالتأكيد رئيس الفيفا والكاف ورئيس الجامعة الملكية؟ أكيد الشخصيات اللي تكلمت عليهم رئيس الفيفا ورئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي لقجع، واكيد شخصيات وازنه سواء في الاتحاد الافريقي لكره القدم او كذلك في الاتحاد الدولي لكره القدم ستكون حاضره، فاعتقد على ان المنصه الشرفيه الخاصه بالشخصيات ستكون بها اسماء لامعه، كذلك عدد من نجوم الكره المغربيه السابقين سيكونون كذلك في المدرجات، لانه هذا العرس الكروي هو ليس كاس عالم للانديه عابر، هو كاس عالم للانديه، اي نعم بطولة كبيرة وكبيرة جدا، أفضل بطولة التي تجمع كبار القوم في القارات الخمس، لكن يجب أن نعلم جميعا أنها تأتي في ظروف خاصة للمملكة المغربية. المنتخب المغربي صنع إنجاز وإعجاز كبير في مونديال قطر، فصارت الأمور تختلف عند الشعب المغربي بشكل كبير، الشغف ازداد وإن كان الشعب المغربي شغوف من زمان بالكورة، كذلك المغرب يستعد لتنظيم العديد من التظاهرات، فبذلك عدد من الشخصيات كما تفضلت على رأسهم رئيس الفيفا سيكون حاضر، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كذلك سيكون حاضر، وعدد من الشخصيات البارزه سواء من الفيفا او من الكاف او من نجوم كره القدم السابقين. الحفل كذلك الحفل الغنائي يشرف عليه المنتج المغربي رضوان الذي اشرف على الحفل على الاغنيه الخاصه بمونديال قطر 2022، وهو يعني المنتج الخاص بالاتحاد الدولي لكره القدم فيفا بمشاركه عدد من نجوم الاغنيه المغربيه على راسهم اسماء المنور كذلك ستكون حاضره في هذا الحفل الغنائي، فاعتقد على انه الان كل الظروف حتى الجو المناخ، لانه المناخ يساهم بشكل كبير في انجاح حدث او عدم انجاحه، جميل وجميل جدا في عروس الشمال مدينه طنجه، وعندما تتحدث عن طنجه لا تتحدث عن ملعب كبير فقط وتتحدث عن مباريات كوره، فانت تتحدث عن مدينه جميله تسافر بها يعني عبر القرون وعبر سنوات مضت لتشاهد الثقافه المغربيه في ابهى جله في هذه المدينه التي تلقب بعروس الشمال، واكيد من لقبها ومن تسميتها يتضح لنا اننا في حضره مدينه جميله. الصديق والزميل العزيز حمزة شتوي الصحفي المغربي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات والمداخلة
اللي تشرفنا بالتأكيد بوجودك معانا عشان نتكلم فيها عن الافتتاح. نجاح هذه البطولة هو بمثابة إعلان وجاهزية المغرب لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025.